السلام عليكم وصبحكم الله بالخير، واللي في عنده مساء الخير أقول له مساء الخير. شلونكم؟ عساكم طيبين. موضوع اليوم بتكلم عن الذكاء الاصطناعي في الكويت. هالأيام لو بتلاحظون فتشوا الانستغرام، فتشوا اليوتيوب، فتشوا أي منصة تلقون يتكلمون عن الذكاء الاصطناعي. أنا بتكلم اليوم عنه من زاوية الكويتيين وتأثير هذا الذكاء الصناعي أو الاصطناعي على الكويت. شنو بيصير؟ أنا هذا تصوري يعني. فأصلاً الذكاء هذا الاصطناعي موجود من زمان، يعني إحنا قاعدين نشوفه ومارسناه ومو غريب علينا، بس اليوم قاعدين شوية يرفعون من إعلاناته وكذي. يعني قبل مثلاً إحنا عادي هذا الجوجل ماب نستعملها. يطري علي بالسيارة لما أشغله، وكانت أمي الله يرحمها معاي وتتكلم تقول لي يأتيك مثلا إشارة أو يأتيك دوار ولا شغلة، انتبه يمين أو روح شمال، تقول لي بهو منو هذه المرة اللي تحاجيك. فكانت موجودة يعني. المهم عندكم بالتليفون هذه سيري يننت العالم، سيري قولي لي شاكل اليوم، سيري إيش كثر متنت، سيري شنو بلبس، وماشين. فإحنا متعودين على هذا، والمحرك البحث جوجل، حتى المكبوس عرفه. فالروبوتات هذه من زمان، تشوفوا الأفلام القديمة الأسود الأبيض حتى كانوا يشلون يتحرك نضحك عليه. هو التصور هذا يعني. إحنا مناقصين، إحنا مناقصين كسل، مناقصين. هذا حتى بيتسبب لنا بالبطالة، بيحل محل الإنسان للأسف. ناس وايد راح يقعدون في البيت وسب ريبوتات وشغل وايد راح يخترب ويوقف، وسب النحل محله، خلنا نقول ريبوتات على سبيل المثال. يا ويلك يا ميري ويا ويلك يا روز، بي ريبوت عند المعزبة وبطلعكم كلكم برا، هو اللي بينظف لها، هو اللي بيطبخ لها، هو اللي بيسوي كل شيء، بربي اليهال. ويا بابو يا سايقنا، يا روح حق الجمعية جيب لي ما أدري منه، وتعال ودني لشويخ، تعال ما أدري إيش قالت، فودني المول، ودني هذا. لا، في الحين بيسوون سنة 2040 لهم نية يطلعون لنا 33 مليون سيارة ذاتية القيادة، يعني في الشبابك ركبوا يقعدي ورا يوديك وين ما تبين، السيارة هي اللي تمشي، حتى ما في أحد، لا تقولين حرام ولا حلال، راكبة مع السائق. ف هذا الذكاء الاصطناعي راح يسوي طفرة في حياة الكويتيين غير عادية. حتى نطاق التعليم راح يصير يطغي عليه الذكاء الاصطناعي، ماكو مدرسين ولاكو مدارس، قاعد ببيتك في كمبيوترك وادرس، ويعطيك حتى هو يمكن شهادة. والتسويق هذا اصلا احنا يعني من زمان قاعدين نتعامل معاه، حتى يعني اللي ما له شغل بسالفه الدعايه ولا بروحنا قاعدين تك 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 طلعنا لنا دعايه، ما نحتاج حتى شركات التسويق ولا شركات الاعلان تسوي لنا بفلوس. كانوا حتى يقصون علينا اشياء بسيطه يسوونها لنا وياخذوا منا مبالغ كبيره. اليوم الذكاء الاصطناعي هو طاقي على العالم وحقيقة لا يمكن إنكارها، ولكن إحنا ما نبي نزيد ربادة على الربادة اللي إحنا فيها الحين. حتى شركات التوصيل اللي قاعدين يسوون عنا ناقص، شنو يسوون؟ شنو يسوون؟ قولوا لي شنو يسوون؟ أكل يبون لك، أغراض الجمعية المنتهية صلاحيتها يبون لك، يبون لك الماي للبيت، يبون لك ورد، مو بس داخل الكويت، يودي لك ورد على بالعالم، يوصله لك لأي بلد تبي وانت قاعد. فالله يعيننا احنا يا الكويتيين على هذا الذكاء الاصطناعي اللي بيزيدنا ربادة على ربادة، ونشوفكم على خير بإذن الله.